السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن إن شاء الله لكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فيديو اليوم اللي غنتكلموا عليه عن التماطل ديال محكمة النقد والإبرام والثغرة اللي استعملوها يعني محامي هذه المغنية واللي غتخلي هذه الحمزاوية خارج أسوار السجن. كذلك غنتكلموا عن قرب دخول زوج المغنية للسجن لأسباب خطيرة غنتكلموا عليه في هذا الفيديو. فقبل ما نبدأ في صلب الموضوع ما تنسوناش بالبرتاج واللايكات ديالكم باش دائما توصلوا بما هو جديد. إخواني أخواتي أكثر من 6 متابعات قضائية ضد زوج المغنية من دول الخليج من البحرين الإمارات وقطر، والسبب بعد تخلفه عن إحياء سهرات وحفلات لصالح المغنية دنيا باطمة بعد ما كان حصل على مبالغ كبيرة كعربون من طرف هذه المؤسسات يعني مهرجانات الأعراس، وهنا فين غيرفعوا دعوة قضائية ضد هذا المنتج البحريني. كذلك قرار المحكمة البحرينية واللي كان الحكم لصالح طليقته لمنحها الحضانة وإلزام الزوج بالنفقة، واللي مازال لحد الآن إخواني أخواتي لم يصرف ولو سنتيم على الأبناء ديالو الثلاثة، واللي تراكمت عليه مبالغ كبيرة منذ سنوات يعني منذ سنة 2015 لحد الآن يعني 7 سنوات والسيد ما كيصرفش على الأبناء ديالو وعايش مع المغنية وأكل شارب على ظهرها، زيادة على أنه كتعطيه أموال كتقرضوا يعني بزاف الاموال، وكامل هذه الاموال يعني كيديها في القمار السيد مبلي يعني وضار الدنيا بركله، وحتى هذيك النفقه اللي لازم انه يعطيها للابناء ديالو باش يعيشوا فهو ضار الدنيا بركله يعني وما عطاتش قيمه لهذ المحكمه. وبالرغم ان المحكمه في الدول الخليج يعني القرار ديالهم كيكون صارم بخصوص مدونة الأسرة، خصوص الزوجة المطلقة إلى ما خداتش يعني النفقة فكيكون السجن هو الحل الوحيد والعقوبة الوحيدة اللي غتنفذ في حق هذا المنتج البحريني زوج المغنية. وهاد الأسباب اللي تراكمات عليه واللي جعلته في حالة نفسية يعني صعيبة، السيد راه ما صراحة السيد ما مرتاحش، فهو ما حيلته يكمل ديك المسرحيه التمثيليه بعد ما تفضح بهذه الخطه، ظنا منهم ان المغاربه راهم اغبياء، ولكن الله يمهل ولا يهمل. وما حيلته بالمتابعات القضائيه المتابع فيها هذه المتابعات اللي ذكرت يعني بعد قليل اللي غتجعلو انه يفكر ربما انه يخوي البلاد، ربما انه يحرق لهذه الدرجة باش ما تعتقش في إحدى الدول الخليج. فللأسف القضية ديال المغنية لم تعطى أهمية للرأي العام ولا الحكم الصادر عن الحكم الابتدائي والاستئنافي. لهذا فإن الحكم ديال النقد والإبرام يعني سيتماطل إلى أن تصل 4 سنوات. يعني هذه الثغرة اللي كيحاول المحامي سواء المحامي المرحوم يعني بوعشرين لما تقدموا بطلب النقد والإبرام يعني محكمة النقد والإبرام غتماطل إلى أن تصل إلى 4 سنوات، ومن هنا سوف يسقط عليه الحكم لهذا المغنية. كذلك إخواني أخواتي كنت أسف أن هذا المغنية الحمزاوية اللي مجيشة عدة حسابات وقنوات اللي كيتكلموا وكيديروا مكائد نيابة عنها، وكذلك كيحاولوا أنهم يدافعوا عليها وكيحاولوا أنهم يبعدوا على ديك التهمة ديال الحساب حمزة مون بيبي، كذلك الخروج ديالها عدة مرات والبكاء وكذلك ديك التمثيليات، هادشي كله تمثيلية باش تبين للرأي العام المغربي وكذلك دول الخليج اللي كانت كتشتغل فيها واللي كانت جنات أموال طائلة. إخواني أخواتي فاليوم كيتم المنع من السفر ديالها حتى يتم طي هذا الملف ديال حساب حمزه مون بيبي بالقضيه المتابعه بها بسنه سجن نافذه، وهي راه كتنتظر يعني ديك البراءه. وربما احنا كمغاربه وكمتتبعين لقضيه الاستاذ المديني اللي الله يذكره بخير
واللي دخل للسجن ظلما وعدوانا بسبب هذا الحساب حمزة مومبيبي اللي كان خرج في الأول واللي كان فجر هذه القضية ديال الحساب وبسببه يعني رفع دعوة قضائية وبسببه أنه دخلوا جميع المتهمين ديال هذا الحساب هذا العصابة الحمزاوي ودوزوا العقوبة ديالو. مازال كنشوفوا أن المغنية كتحدى الجميع وكتقول لهم أنني لن ولم أدخل للسجن لهدايا وأنني بريئة من جميع التهم وهادشي كله ضمانات اللي عطاها وعشرين المرحوم. فاليوم كنستنتجوا إخوان أخوان أن كل هاد المراوغات اللي صبحوا كيقوموا بها أعضاء العصابة واللي نحاز لها حتى واحد المحامي ربما هاد المحامي للأسف اللي كنا كنظن محامي يعني كنا كنظن أنه هو المساند والمدافع الأستاذ المديمي في اليوم أصبح محامي الخائن. أكيد أن المرحلة أو اللعبة الأخيرة للعصابة وهي باش وهم الرأي العام أن سبب دخول المديمي للسجن فهي الأم ديالو والأخ ديالو. واليوم وصلنا خبر بأن حتى الفنانة الراقية الطيبة سعيدة شرف والضحية المصممة سلطانة بدأوا ينشروا عليهم أكاذيب على أنهم هم من أفراد العصابة حمزة مومبي بكل هذا باش يوهموا الرأي العام أن المؤامرة ضد المغنية الحمزاوية. فالله يرحم وئام الدحماني السيدة اللي مازال قلب الأم ديالها محروق عليها وبسبب هذا الحساب أنها انتحرت للأسف بسبب هذا الحساب ديال حمزة مومبي أنها انتحرت ومازال ضحايا آخرون كيتمنوا أن المحكمة تعطيهم الحق ديالهم وينصفوهم ولو واحد الحكم يكون غير قليل أنه تنصب هذاك الحكم يتسترق ضد المغنية باش يكون القانون فوق الجميع. وهادشي اللي كنتمنوا من الله عز وجل. فهنا اليوم إخوان أخوي كنشوف واحد التناقض كبير ما بين محاكمة الأستاذ المديمي ومحاكمة المغنية أستاذ المديمي المناضل والمغنية الأعراس اللي مازال تجول وتصول وكتحيي الحفلات ناشطة فرحانة والأستاذ المناضل اللي كيدافع عن الحقوق المظلومين والمكلومين فهو مازال يعني في السجن ملبرقي بأسفي وقريبا غي يتم إنهاء يعني ديك العقوبة ديالو بالرغم ديك طلب العفو الملكي اللي مازال ما بتش فيه. وهادشي اللي كنا كنتمناو عز وجل أنه يطلق سراحه ويتم إعلان على البراءة ديال هذا المغني ديال هذا الأستاذ المديمي. إخواني أخواتي حتى لا أطيل عليكم كنتمناو أنكم تعملوا لايك وبارطاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.